السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلابنا؟ اليوم بإذن الله تعالى رح نكون نحل أسئلة المراجع الموجودين صفحة 116 و118، هيك بنكون ختمنا مادة الفصل الأول كقواعد. بضل فقرة، بضل آخر درس اللي هي آخر فقرة موجودة بالوحدة، تمام؟ هاي الفقرة رح أبعث لكم إياها على شكل فيديو مسجل، هيك إحنا بنكون إن شاء الله تعالى غطينا مادة الفصل الأول كامل. رح نحل أسئلة المراجعة بحصة اليوم اللي موجودين صفحة 116 و118، والدرس الأخير اللي ما شرحناه رح نبعث لكم إياه على شكل فيديو كشرح وكحل أسئلة، تمام يا سابع؟ تمام يا حبايبي؟ يعني اليوم رح يكون آخر لقاء لنا، هلا لسه ما حكينا، نحكي إنه رح نحل أسئلة المراجعة صفحة 116 و118 ونكون ختمنا المادة، بضل عندنا درس نص ما شرحناه رح بعت لكم اياه على شكل فيديو مسجل على الجروب، تمام؟ وبتحلوا اسئلته، هيك بتكون ماده الفصل الاول ان شاء الله تعالى نختمها. لهيك اليوم انا اخر يوم بلتقي فيه معكم، تمام يا سابع؟ الله يسعد صباحكم يا رب. جاهزين؟ جاهزين؟ نفتح كتابنا صفحه 116 معي؟ نبلش بالسؤال الاول. سؤالي الاول مراجعه يا سابع، يعني كل القواعد اللي اخذناها رح نحلها على شكل أسئلة، نشوف مين المتذكر القواعد؟ يلا، ما نوع الاسم المعرفة فيما تحته خط فيما يأتي؟ قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون؟ أأنتم شنو حا؟ شنو أنتم يا سابع؟ شنو أنتم؟ أنتم معرفة، أحسنتم، ضمير أنتم، ثواني، أنتم نوعها ضمير، لأنه المعارف لها أنواع كثيرة. الأسماء المعرفة بال تعد معرفة، الضمائر تعد معرفة، الاسم الموصول يعد معرفة، الضمائر قلنا أسماء الإشارة تعد معرفة. كل هاي الأسماء بعدها معارف. طبعاً إحنا كنا نأخذ المعارف على شكل قواعد مجزأة، يعني بكل وحدة كنا نأخذ نوع جديد من المعرفة. سؤالها تجمع كل أنواع المعارف. إذا أنتم نوعها، أو نرجع هيك، أنتم نوعها ضمير، هيا الإجابة. طيب نيجي ل ب، خاف إبراهيم ركوب الجواد، خاف إبراهيم ركوب الجواد. إبراهيم شو نوعه؟ أسماء الذكور والإناث دائما بحكي عنها أسماء علم، أحسنتم، برافو عليكم. طيب الجواد، الجواد شو نوعه من المعارف؟ شو نوعه؟ اسم عادي يبدأ بأل التعريف، إذا اسم معرف بأل، برافو عليكم يا سابع شطورين. إذا اسم إبراهيم اسم علم، والجواد اسم معرف بأل. هذه أرض رويت بدماء الشهداء، هذا وهذه وهؤلاء، شو بسميهم هدول؟ أحسنتم، اسم إشارة، لأنه أيضا من أنواع المعارف اسم إشارة. كرم الذين، الذي والتي واللواتي، شو بسميهم؟ شو بسميهم؟ أسماء موصولة، أحسنتم، اسم الإشارة هذا وهذه، شيء بأشر عليه، اسم الموصول الذي والتي واللواتي وغيره طبعا، أحسنتم. خمسة، يتعاون المواطنون ورجال الدفاع المدني في العاصفة الثلجية. رجال الدفاع شو بعدها؟ مضاف ومضاف إليه، أحسنتم، اسم أضيف لاسم آخر أيضا من أنواع المعرفة، إذا مضاف ومضاف إليه، برافو عليكم يا سابع شطورين. نيجي للسؤال الثاني. سؤال ثاني شو بيحكي؟ استخدم الأسماء الآتية في جمل مفيدة. أنا بدي أختار جمل مفيدة، طبعاً نبلش، هؤلاء، حطوا هؤلاء بجملة مفيدة يا سابع، أشوف. هؤلاء الطلاب أذكياء، أنتم الطلاب، أو هؤلاء الطلاب أذكياء، وأنتم يا طلاب الصف السابع أيضاً أذكياء، برافو. اللتان، مين يحط لي اللتان بجملة؟ اللتان يعني مثنى ولازم تكون مرفوعة لأنه بالألف، إذا بدي اسم مثنى ومرفوع بالألف، تمام يا معتصم، هؤلاء مجتهدون، تمام. نيجي على اللتان، جملة جديدة على كلمة جديدة. رأيت الطالبتان اللتان فازا، أحسنتم، رأيت الطالبتان اللتان نجحتا في الامتحان. لا ثواني، هون رأيت الطالبتين اللتين نجحتا في الامتحان، إذا مش لازم تكون رأيت، مثلا نحكي
فاز، خلينا نكتب جملة تانية، فاز فازت الطالبتان. نشطب على الجملة هاي لأنه الجملة هاي إذا كانت في محل نصب لحنا بنيها بالألف. فازت الطالبتان اللتان شاركتا في المسابقة مثلا. تمام، نيجي على أنتن. أنتن ضمير المخاطب للمؤنث، شو بحكي؟ أنتن أمهات المستقبل، أحسنتم، أنتن أمهات المستقبل. أنا مثلا حطيت لكم جملة أنتن تفضلن السفر، برافو عليكم. نيجي للكلمة اللي بعدها اللي هي نحن، ضمير منفصل يدل على جماعة، نحن الحديث عن أنفسنا، ضمير متكلم، نحن موظفون مخلصون مثلا. بدي على الكاف، الضمير المتصل الكاف يكون متصل باسم، الكاف عندما يكون متصل باسم. مثال، مثال، هل هذا قلمك؟ أحسنتي حنين، الكاف اللي بقلمك. مثلا أعطني كتابك، الكاف اللي موجودة بكتابك. مثلا نأتي إلى الكلمة الأخرى والضمير الآخر وهو ضمير المتصل الهاء، الهاء عندما أيضا يتصل باسم. مثال، إحنا صفحة 116 يا محمود، خلصنا من الكاف يا سندس، بدنا على الهاء، بدنا على الهاء. مثلا رأيت عمله، الهاء اللي ما عمله. تمام، نيجي للسؤال الثالث، صغ سؤالا مناسبا لكل إجابة فيما يأتي. الجملة الأولى، لا لن أنكث العهد الذي قطعته على نفسي. طالما شفنا لا، لا شو السؤال رح يكون عليها؟ لا، لا ونعم، شو السؤال؟ هل أو الهمزة؟ أحسنتم، أضبط سؤال، أحكي هل سأنكث العهد؟ هل ستنكث العهد؟ طبعا إذا كنت بسأل لشخص هل ستنكث العهد؟ يعني رح تبطل العهد، رح تنسى العهد؟ علامة سؤال، الإجابة لا، لن أنكث. بلى، بلى شو السؤال اللي رح يكون عليها؟ بلى وكلا، همزة الاستفهام مع حرف نفي، صح؟ زي ألا وألم وأليس، برافو عليكم. أضبط سؤال، ألا تواظب على المحافظة على التفوق؟ لأنه الإجابة بلى، تواظب الباحث على تفوقها، يعني تحافظ. ألا تواظب الباحثة على تفوقها أو في بحثها مثلا؟ الإجابة بلى، تواظب الباحثة على تفوقها العلمي. نعم، نعم ولا، إجابات لأي سؤال يا سابع، نعم ولا، أحسنتم، لهل. إذا هل الرياضة مفيدة؟ الإجابة كانت نعم، الرياضة مفيدة لكبار السن، برافو عليكم. السؤال الأخير، اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يلي. جلس الشاعران جميل الزهاوي ومعروف الرصاف يأكلون يأكلان ثريدا، أي نوعا من أنواع الأطعمة، وبعد قليل مالت الدجاجة التي فوقه ناحية الزهاوي، فقال عرف الخيل أهله فتقدم، فأجابه الرصافي كثر النبش تحته فتهدم. إيش مطلوب؟ نستخرج فعل لازم، الفعل اللازم هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول به. أحسنتم، جلس أيضا، هل لدينا فعل آخر؟ هل لدينا فعل آخر؟ جملة من مكونة من فعل وفاعل لا تحتاج مفعول به. لدينا جلس الشاعران، هي فعل فاعل بس زي ما احنا متفقين، وكمان عندنا مالت، هي مالت الدجاجة، برضو فعل وفاعل بدون الحاجة لمفعول به. إذا الإجابة جلس ومالت. مثنى، مثنى اسم يدل على اثنين، ايش اللي على يا سابع؟ حدا سمعني؟ حدا سمعني؟ تمام، اذا الشاعران، الشاعران يدل على اثنين لانه الشاعران مثنى انه يدل على اثنين. طيب فعل متعدي يعني يحتاج الى مفعول به، هي الفقرة، فعل متعدي، فعل يحتاج إلى مفعول به.
عارفة. أيضا لدينا أجابة، الأجابة هي هوينها، فأجابة الرصافي. أحكي لكم ليش؟ لأنه الهاء هاي مفعول به، يعني عندنا جملة مكونة من فعل ومفعول به تقدم والفاعل. إذا أجابة وين عرفها؟ حكتوا لي إياها وعرفة. أحسنتم، تمام. نيجي للاستخراج اللي بعد. ظرف مكان يعني اسم يدل على مكان، ظرف مكان. أحسنتم، فوق، فوق وتحت وأمام وخلف، هذه تعد ظرف مكان. برافو عليكم. مفعول به، مفعول به، مفعول به. ثريدا اللي هو الطعام، ثريدا اللي هو الطعام. فاعل مرفوع بالضمة، فاعل مرفوع بالضمة، أصلا الفعل دائما مرفوع. الدجاجة، أحسنتم، أحسنتم، الدجاجة. ثلاثة معارف مختلفة النوع، ثلاثة معارف مختلفة النوع. عندنا الزهاوي اللي هو اسم شخص، والرصافي عندنا أهله لأنها مضافة إلى ضمير يعني معرفة، وعندنا جميل اسم شخص، ومعروف أيضا اسم شخص. تمام؟ تمام، برافو عليكم. طب أعرب الكلمة التي تحتها خط. الكلمة اللي تحتها خط بالفقرة اللي هي ناحية الزهاوي. الاسم الذي يضاف إلى اسم آخر ماذا يكون إعرابه؟ عندي اسمين ورا بعض، شو إعرابهم رح يكون يا سابع؟ مضاف إليه، برافو عليكم. إذا الزهاوي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تمام؟ تمام؟ تمام، برافو. نحل الأسئلة الموجودة صفحة 118. يلا نفتح الصفحة اللي بعد. يلا اشكل الكلمات الآتي، يعني حط عليها أو ضع عليها حركة. اشكل الكلمات يعني ضع عليها حركة مناسبة. طبعا الحركة رح نحطها بناء على شو؟ الكلمات اللي معنا كلمات في همزة، ولما أخذنا قاعدة الهمزة حكينا الهمزة توضع حسب حركة ما قبلها إذا كانت الهمزة آخر حرف الكلمة. هون الهمزة على ياء، إيش الحركة اللي بتناسب الهمزة لما تكون على ياء؟ كسرة. يبطئ، إذا الطاء عليها كسرة. تباطؤ، الهمزة على واو، شو الحركة اللي بتناسب الواو دايما صحاب؟ أذكركم فيه. أحسنتم، ضمن. إذا الهمزة المتطرفة، الكسرة إذا كان ما قبلها مكسور رح نحط الهمزة عليها، إذا كان ما قبلها مضموم رح نحطه على واو، إذا كان ما قبلها مفتوح رح نحطه على ألف، إذا كان ما قبلها حرف ساكن أو حرف مد رح نحط الهمزة منفردة على السطر. هاد تذكير للهمزة المتطرفة. تمام؟ هسا نرجع نحل الأسئلة. يلا تباطؤ الهمزة على واو، إذا شو حركة الطاء؟ ضمة. أبطأ الهمزة على ألف، شو حركة الطاء رح تكون؟ أحسنتم، فتحة. بط الهمزة على السطر، شو رح تكون حركة الطاء؟ سكون. أحسنتم، إذا بدي أحط الحركة على الطاء. هيئة، يلا نكمل. هون عنا همزة متوسطة ومتطرفة مع بعض. هيئة، اقرأ هيئة. هيئة بالهمزة المتوسطة بين حركتين، حركة الهمزة وحركة ما قبلها. الياء مكسورة ساكنة سكون. هي أ، إذا الياء سكون. هيأه، هيأه فتحة. أحسنتم، متهيئ، متهيئ. تعالوا شو بقرأ؟ متهيي كسرة. تحيئة، تحيي يي. أحسنتم، تهيؤ، يؤ يؤ ضمة. برافو عليكم يا سامي. يلا نشأة، نشأة، نشأة.
اذا شو حركه ما قبل الهمزه؟ سكون صح. ناشئه ناشي ناشي انشأ انشأ بس اضبط هاي عشان ما تفكروهاش. تنشئ تنشئ يا سابع تنشئ انشئ انشئ انشئ. يلا عب عب عب. تعبئة تعبئة عبأة فتحة احسنتم. يعبئ يعبئ اذا الباء مكسورة. نيجي للسؤال الثاني. املأ الفراغ باختيار الكلمة الصحيحة. قال رسول الله آية المنافق الثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. اؤتمن أؤ طالما قرأت ضمة اذا الهمزة ولا حتكون على واو هي هاي. اذا اؤتمن اذا الاجابة الصح اللي هي الهمزة على واو. نجي للي بعد. ابدأ يومك بتفاؤل تفاؤل ضمة الضمة اذا واو. قرأت جزءا من قصة ابي زيد الهلالي. جزء في ألف. برافو عليكم هي هاي، لأنه دائما الكلمة اللي بتنتهي بهمزة لما أجي أحط عليها تنوين فتح لازم أحط ألف التنوين، لكن فعليا الحرف اللي قبلها هو اللي بيحمل التنوين. هاي هكذا توضع ألف التنوين، تمام؟ صدر الحكم ببراءة براءة أحسنتم من خصال المروءة المروءة مروءة. أنا بقرأ ما بقرأ مروءة، إذا المروءة. أقبل على الخير بلا تباطؤ. قرأت ضمة تباطؤ طؤ. إذا أي كلمة أضبط؟ أحسنتم ليها. السؤال الثالث. أدخل ألف التثنية على الكلمتين اللتين الآتيتين متنبها لكتابة الهمزة. جريئا بدي إياها تصير اثنين شخصين. ألف التثنية جريئان. أحسنتما أو أحسنتم كلكم صح. ضوءا طبعا جريئان او جريئين اما بالالف او بالياء حسب الموقع الاعرابي. ضوءا ضوءان برافو عليكم. او ضوء او ضوءين كمان يكتبها بشكل اوضح. أوضو هكذا. طيب املأ الفراغ بالكلمة التي بين القوسين بعد إدخال تنوين الفتح عليها. يبر مروان والديه ابتغاء لرضاء الله. ابتغاء ما بحط ألف التنوين، ليش؟ إذا كان الحرف اللي قبل الهمزة من حروف المد زي الألف بحط الهمزة، تمام؟ وألف التنوين ما بحطها، خلاص الهمزة اللي بتحمل التنوين. لكن إذا كان الحرف اللي قبل الهمزة حرف عادي زي الباء مثلا بحط الهمزة وبحط ألف التنوين. هون ابتغاء ما حطت ألف التنوين لأنه اللي قبل الهمزة ألف. هون لا تكن متباطئا متباطئا. أحسنتم متباطئا بتصير الهمزة على نبرة هكذا مع التنوين طبعا ما أنسى. عرض الراصد الجوي تنبؤا تنبؤا. كيف تكتب تنبؤا؟ أحسنتم هكذا برافو عليكم. حد عنده أي سؤال يا سابع؟ حد عنده أي سؤال؟ أكيد. خلينا ننقل حل أسئلة المراجعة على الدفتر إن شاء الله تعالى. الدرس اللي ضاع حبعت لكم إياه على شكل فيديو مسجل. أنا كنت كتير مبسوط إني
الله يعافيكم، أنا كنت كتير مبسوطة الفترة هاي لأن التقيت فيكم وتعرفت عليكم. يا رب إن شاء الله الفصل الجاي بنرجع وبنشوفكم بالمدرسة وبتكونوا منوريننا. شكرا لتفاعلكم معي وشكرا للطلاب الشطورين وما رح أنساكم أكيد، عن جد شكرا لكم وكتير بحبكم، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بنشوفكم على خير.